كون في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو كالكيل تريغونوميتريك للسنة الثالثة اعدادي، باش نخدمو كالكيل تريغونوميتريك خاصنا يكون عندنا مثلث قائم الزاوية، وخاصنا نعرفو الاول. بحال مثلا غادي نشوفو هاد الاضلوع شنو كيتسمى بالفرنسية بالنسبة للزاوية بي. هذا كيتسمى الضلع المحادي، كيتسمى بالفرنسية ادجاسون دو ا بي سي، كيتسمى ادجاسون دو ا بي سي، زعما الضلع المحادي للزاوية ا بي سي. وهذا اللي كاين قبالة هاد الزاوية كيتسمى الضلع المقابل، اللي هو لوبوزي دو ا بي سي. وعندنا اللي المهم الضلع كيكون كبير اللي هو الوتر، كيتسمى ليبوتينيز. دابا الا بغينا نحسبو سينيس ديال هاد الزاوية، سينيس الزاوية ا بي سي، سينيس ديال هاد الزاوية اللي هي ا بي سي يساوي الضلع المقابل اللي هو لو كوتي لوبوزي دو ا بي سي، اللي هو هنايا في هذه الحالة هو ا سي، على الوتر اللي هو في هذه الحالة بي سي. دابا غادي نمرو باش نحسبو الكوسينيس ديال هاد الزاوية، كوسينيس الزاوية ا بي سي اللي هو الضلع المحادي، على الوتر هو ا بي على بي سي، ا بي اللي هو ادجاسون على بي سي اللي هو الوتر. دابا غادي نمرو طونجونت هاد الزاوية، طونجونت نفس الزاوية ا بي سي يساوي الضلع المقابل على الضلع المحادي، هو الضلع المقابل على الضلع المحادي اللي هو ا سي على ا بي، على الضلع المحادي اللي هو ادجاسون، يعني كيساوي لنا لو كوتي اوبوزي سور لو كوتي ادجاسون اللي هو ا سي على ا بي، ا سي على ا بي. غادي نمرو ليكزامبل نمرو ليكزامبل ليكزامبل اللي هو ا بي سي، ا بي سي ان تريانجل ريكتانجل اون ا كالكولي
calculer cosinus cosinus مثلا غنخدمو على نفس الزاوية A B C سينيس A B C et tangente A B C. غادي نرجعو لنفس المثلث وغادي نديرو القياسات. مثلا بي سي كيساوي الطريق هو كالتالي A B C un triangle rectangle en A calculer cosinus A B C sinus A B C et tangente A B C. التمرين كيقول A B C هو مثلث قائم الزاوية في A. احسب كوسينيس A B C سينيس A B C اي تانجونت A B C. غادي نرجعو للمثلث اللي سبق لينا بدينا الخدمة فيه قبيلة، هو اللي غادي ندير عليه كل ضلع شحال كيساوي. عندنا B C كتساوي 5 سنتيم و B A كتساوي 4 و A C كتساوي 3. دابا غادي نبداو بحساب سينيس A B C. سينيس A B C كيساوي الضلع المقابل على الوتر، وكوسينيس A B C كيساوي الضلع المحادي على الوتر، وتونجنت A B C. دابا غادي نبداو بالتطبيق العددي. A C هي 5، A C عفوا أسي هي 3/5، وكوسينيس أ بي سي كتساوي أ بي على بي سي اللي هي عفوا الضلع المحادي على الوتر اللي هي 4/5. أما تانجنت A B C تساوي الضلع المقابل على الضلع المحادي اللي هي 3/4. ما تنسوش تابوناو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. الحصة المجية ان شاء الله غادي نديرو تتمة ديال هذا الدرس، والسلام عليكم.